بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون والله لا يهدي القوم
القوم الظالمين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن صدق الله العظيم.